الخير نبدأ الجلسة الثانية في جلسات المؤتمر الدولي ثورة 19 بعد 100 عام. هذه الجلسة مخصصة بشكل أساسي لموضوعات ترتبط بثورة 19 والعالم الخارجي. تتناول الورقة الأولى التي يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد أبو دايم قراءة الخارجية البريطانية لمظاهرات الإسكندرية خلال ثورة 19، بينما تتناول الورقة الثانية والثالثة الموقف الأمريكي من ثورة 19. فيقدم الدكتور حمادة الشافعي ورقة بعنوان الموقف الأمريكي من ثورة 19، ويقدم الصديق والباحث عبد الوهاب شاكر من مكتبة الإسكندرية ورقة بعنوان الوجد ومعركة الدعاية للقضية المصرية في الكونجرس الأمريكي. سنبدأ حسب قواعد المجلس يعني بالترتيب الأبجدي أو الهجائي لأسماء الباحثين. الأستاذ الدكتور أحمد دايم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة جامعة الأفريقية السابقة، وكما قلت سوف يتناول موضوع قراءة الخارجية البريطانية في مظاهرات الإسكندرية خلال ثورة 19. ولكل باحث ما بين 15 و20 دقيقة لتقديم ورقته حتى نترك فرصة للقاعة للنقاش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر كل الشكر للدولة التنظيمية ومركز أعمال الثقافة على تنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم. احنا بنعيد فيه قراءة يعني ثورة 19 بعد 100 سنة، واحنا بحكم يعني عملنا مشتغلين بالتاريخ دايما فضول يعني طالب توفرة مصادر جديدة ومناهج حتى جديدة يحق لينا ان نعيد طرح المسائل بشكل او باخر كلما نحتاج لهذا الامر، وكلما نبدا برضه مسافه عن الحدث بتتضح الصوره اكثر. طبعا شرف لي ان يكون طبعا في جلسه بقياده معالي وزير الثقافه الاسبق استاذ الدكتور عماد المبازي، فبالتالي انا يعني سعيد جدا في هذا اللقاء، واتمنى اني يعني ارشيف الخارجيه انا كنت لما حتى بقرا فيه كنت شغال على ثورة 19 بصفه عامه يعني، بس لقيت في خصوصيه وخصوصا في النصف الثاني من العالم لعناوين مميزه للاسكندريه، فبالتالي هنا كان اشمعنى يعني في خصوصيه للاسكندريه لما كانت التقارير في البدايه كانت تطرح على اعتبار يعني جايه ان هو كل القناصط او حتى القوات اللي بترسل التقارير بتاعتها للقاهره، والمندوب السامي او القائم باعمال المندوب السامي هو بيتابع الحركه مع وزير الخارجيه او المسؤول القائم في الخارجيه في لندن. فبالتالي انا عندي مجموعه من الشخصيات، شيتهام اولهم اللي هو كان قائم باعمال المندوب السامي، كان ساعتها في يعني فتره من الفترات يعني لسه ما جاي الليمي، فبالتالي مواصلات بينه وما بين كمان هناك في وزاره الخارجيه حد قائم مكان وزير الخارجيه واحد اسمه دور كيرزي. وعندي بصفه عامه هو الراجل متابع للحدث الاكبر لدرجه حتى لما جه الليمي خلوه كمان يعني معظم الحاجات المتعلقه بالاسكندريه هو اللي بيجي يتناول التقارير الخاصه ايه. فبالتالي انا عندي اربع محافظ كبيره تتناول الحدث ده، المحفظه منهم اللي هو
هو من يوليو لغاية ديسمبر 1918 مقدمات الحدث. ثم أنا عندي المحفظتين الرئيسيتين اللي هما كل محفظة فيها عشرات الوثائق حوالين الحدث، يعني من يناير ليوليو ومن يوليو لديسمبر. فبالتالي أنا عندي هذه محفظتين ومقدمات مقدمات سنة 1920. الإسكندرية طبعاً تفاصيل ثورة 19 لسه إحنا قدامنا 3 أيام، فبالتالي فيها كلام كتير يعني لسه هنسمع. فبالتالي إحنا عاوزين يعني ندخل في الموضوع مباشرة. الإسكندرية هل كانت بعيدة عن الحدث أو كانت يعني قريبة منه؟ هم يبدو إن أعيان الإسكندرية لأن أمير عمر قسون كان موجود، وخصوصاً لأن هو كمان عايش في إسكندرية، وهو أول من طرح فكرة إن مصر يعني تشارك بوفد في البتاع. يبدو إن هو لما جه القاهرة جاب مجموعة من الأعيان بتوع إسكندرية على أساس يشاركوا مجموعة من أعيان القاهرة في السياسيين بتوع القاهرة عشان يناقشوا هذا الوضع. ردود الفعل برضه في الغرفة التجارية البريطانية اللي هي بالأساس موجودة في إسكندرية بتبعت للندن بتقول لها لازم تاخدوا موقف واضح من الوضع في القاهرة، ما ينفعش يكون حماية ومعظم الناس مصدقة حكايات إن ممكن يكون في استقلال وإن في أمان وتطلعات كثيرة للشعب، فبالتالي إحنا عاوزين رأي حاسم. الراجل حتى وزير الخارجية الغرفة التجارية بتاعت إسكندرية لما بتبعت الكلام ده بيرد عليهم حتى رد طريف، هو بيقول له إيه؟ بيقول له إن الأخ اللي اسمه جون سميث وجونسون يتنافسون فيما بينهم في جو الإسكندرية المريح على ما تحتكره لهم من الحماية البريطانية. يعني انتوا قاعدين في عاوزين كمان طلبات ونقل كده بشكل عام، وانتوا عشان الحماية البريطانية تحتكر لان هم دول الرأسماليين الموجودين في إسكندرية وهم قائمين الغرفة التجارية دي معظمها رجال أعمال وحاجات زي كده، فبالتالي هم دول يعني بيطلبوا لابد بيكون وضع حاسم. طبعا انا عندي مشاركات في الحدث في البدايه لم تكن يعني الاسكندريه يعني بعيده من الحدث، بس المشاركات يمكن معظمها كانت مرتبطه بقطع المواصلات عن الاسكندريه بشكل عام، وان حركه الصادرات والواردات من المينا والقاهره والكلام ده، فبالتالي معظم الاهتمام كان حوالين المساله دي. والبشكل الأكبر إن حتى المواصلات البديلة للإسكندرية برضو أحياناً تروح وتيجي، والبريطانيين يستعينوا عنها بشكل أو بآخر لغاية ما يوصلوا الحاجات. لكن أول حدث مهم بيتكلموا عنه من 17 مارس 1919 اللي هو في حي المينا، وطبعاً في عن موظفي الشركة الخديوية والانضمام ومحاوله الانضمام للموظفين والعمال للطلاب في الفتره دي، وان ده تم اطلاق النار، ويمكن اكبر عدد قتل في الفتره دي 14 واحد من المصريين يعني، وتم جرح 20. الاسكندريه كانت برضه بتقوم بدور مهم جدا، ان هي كانت تقريبا معظم القوات تطلع منها وبتحاول تامن كمان الابراج الموجوده القلاقل والشغب والبحيره كلها متأججه برضه من الصبغه، فبالتالي وظيفه الاسكندريه ان كانت القوات برضه بتأمن الاسكندريه وبتأمن المناطق الموجوده في البحيره. فبالتالي برضه اللي كانوا مشاركين في الحدث برضه بشكل او باخر ان حتى العرائض مش الاعيان فقط والحدث، ان حتى الوثيقه الاولانيه اللي كانت تقريبا 120 محامي من 600 محامي على مستوى مصر يعني قدموا العريضه الشهيره بتاعتهم، كان اغلب برضه جزء قطاع كبير منهم كان من محامين الاسكندريه. الهدوء والكلام ده يمكن الى حد ما عادت المدينه للهدوء بشكل واضح في 25 مارس باستئناف المدارس والطلاب، مدرسه راس التين يعني عادت المساله، وان ده خطاب من الليمبي بعد ما مسك الامور في مصر، ان بيقول له ان المساله برضه في اضراب وفي شغب، وان الوضع الهدوء ده برضه الهدوء مش هو الهدوء اللي هو استطاعوا برضه فيه ان يحققوه برضه في القاهره.
المهم اني في يونيو تقريبا وصلنا، كان شهر رمضان ساعتها وفي هدوء على المستوى العالي يعني. لكن ابتدى عندنا من اول اغسطس ابتدى الاحداث تتاجل. هو مش مرتبطه برضه في الاسكندريه، لاني برضه حتى في القاهره تتجدد برضه الاحداث مره اخرى في هذا الاطار، بدخول برضه الاضرابات حلاق الاسكندريه برضه بالاجور ابتدت تدخل فيها القطاعات الفئويه لتاخد فيها مضارب فئويه ليها، يعني مش كله زي الاول كان مضارب الاستقلال وموضوع الغاء الحمايه والكلام ده. فبالتالي ابتدت تدخل عندي المطالب الفئويه في المساله وابتدت تبان بشكل اوضح. المحنقين والعمال الشحن والتفريغ في ميناء الاسكندريه، اضراب عمال الترام، الشركه بتاعت كوندس دوز، وعمال مصنع السفن النيليه والتجاريه، عمال شركه النور، دي كلها في هذا الاطار. لكن المساله برضه اللي لفتت نظري بشكل مهم ان حتى الفتوى بتاعت الشيخ محمد بن زيد اللي يبدو من طول الليل هو اللي يطلع الفتوى، يعني ان مقاومه البلشفيه في مصر اللي كانت تاججت في الفتره دي بشكل كبير وابتدت يعني يتم على ارض الواقع ممارستها من قبل قطاعات عديده في المجتمع، وابتدت الاسكندريه بحكم ان مينا وابتدى في يتهم مجموعه من البحاره الاسكندنافيين ومجموعه من الايطاليين بيدخلوا مينا وبرضه بيدخلوا برضه مينا السويس وبورسعيد والكلام ده، وان البلاشكا بياخدوا تمويل من الناس اللي جايين في الكلام ده. فبالتالي في واحد كمان هم مسمين واحد شخصيه ايطاليه على ما اعتقد اسمه بيستو او حاجه، ان الراجل ده كان مسؤول لدرجه كنا بيعتقدوا ان مسمين بعض المشايخ ان هو كاني ان بعض المشايخ كمان امنوا بالبلشفيه مش يعني مش حبا فيها، نجاهدا في فتوى الشيخ محمد بخيت، ان هو الفتوى بتاعته لما طلعت بعتوا منها لندن تقريبا 200 نسخه. 200 نسخه بالانجلش يعني ترجمت للانجليزيه، و200 نسخه اللي هي زي ما طلع بالعربيه حتى توظف ليس في مصر فقط، يعني في مستعمراتهم الاخرى في الهند اللي فيها مسلمين يعني في القطاعات الاخرى. لكن مضمون هذه الفتوى تحديدا، الفتوى دي كان في شيخ اسكندراني على ما اعتقد الشيخ محمد عبد اللطيف دراز. هذا الشيخ طلع فتوى مقابله لها في الاسكندريه. وقال ان الشيخ محمد بخيت ده اصلا ده بعد عن الفتوى، وان من يفهم البلشفيه الحقيقيه ده فيها خير لمصر، وان الكلام الراجل ده بيقوله ده باين عليه ده بيرجع لايام زرادشتي ومزدك وحاجات زي كده، وان هو مش فاهم يعني التقاليد البلشفيه. واذا كان حزب العمال البريطاني او الحركه العماليه البريطانيه داخل بريطانيا نفسها فيها حركه شيوعيه، فما بال هو برضه بيحاول يدخل المساله ويدخل نفسه في مسائل غير دينيه. فبالتالي اذا حركة المشايخ في الاسكندرية وابتدى دعاة المساجد برضه يستديموا لهذا الأمر، وكأن موضوع اسكندرية في الفترة دي مناقضة حتى لفتوى القاهرة بيقدمها بهذا الشكل، الوثائق البريطانية بتقدمها في هذا الاطار. الحاجة الثانية، الاسكندرية في الصيف طبعا بتنتقل ليها الحكومة البريطانية الحكومة المصرية، فبالتالي في هذا الاطار معظم الوسائل بتركز ان في هدوء وفي كل حاجة، وان رجعت المسائل في هدوء بس الهدوء الحذر باعتبار ان في تامين للسلطان. لكن وبرضه ان اهو حتى الحاجات الزيارات اللي مثلا بيتحدثوا عن امير السعوديه جاي بيعمل حفل في بتاع عشان المحمل المصري هيطلع من القاهره، فبالتالي الزيارات بتتم الاول بينسق مع السلطان فؤاد في الاسكندريه ويحضر رئيس الوزاره بتاعته، وبعد كده عشان يطلع المحمل المصري، وادي برضه في مناقشات حوالين ال 21 فدان بتوع الامير عمر قصر في الاسكندريه، وازاي احنا ممكن نوظفهم ان دول نستخدمهم مدرسه الطيران وتكون كقاعده عسكريه بريطانيه في المنطقه مهمه جدا، فبالتالي في مفاوضات. لكن حتى الراجل الامير وكأني هو نوع من الضغوط على الامير عمر قصر في الفتره دي على اعتبار ان هو كان احد الناس اللي هو ايه؟ لان هو كان في بدايه الحرب العالميه الاولى اجرهم.
أجروا التجارة، فبالتالي هم فيما بعد بتطرح الوثائق عملية المصادرة كمان احنا نصادرها منه، أو في النهاية ممكن نديله أجر يعني إيجار، بس إيجار تتحملها الحكومة المصرية، فبالتالي ممكن ده أهو يعني يدخلوا في عملية شد وكذا. إذا في هذا الإطار ممكن يكون الجو العام يوحي إني خلاص انتهت المسألة، ودي بيقول له ما يعني تحولت المسائل من اضطرابات إلى مسائل سياسية ممكن يكون قابلة لعملية الشد والجذب. لكن يبدو إن 19 أغسطس رسالة من الليمبي لكيلزون يتحدث فيها إن العمال ابتدى بقى مسألة تدخل فيها بقى الحركة العمالية بشكل كبير، إن العمال في ورش السكك الحديد والخبازين ومصفف الشعر والكلام ده، وإن دول أصلاً دول داخلين في إضراب مفتوح، وإن إحنا حاولنا مفاوضات معاهم، ولدرجة إحنا هم عايزين واحد اسمه الدكتور جرانفيل رئيس مجلس الحاج الصحي في اسكندرية إن يكون عبارة عن مجلس توفيق، لأن على أساس شوف مشاكل العمال أو محتاجينه من أجور أو زيادة في الأجور أو حتى تقليل من ارتفاع السلع والكلام ده، وإن الراجل ده لما نجح في تجربته في الإسكندرية ممكن فيما بعد انتقل للمجلس التوفيق الموجود في القاهرة والحاجات دي. في هذا الإطار عندي 16 برضو أكتوبر إضراب الإسكندرية، برضو إضراب الإسكندرية انضم للمسألة، والمجلس التوفيقي تقريبا ابتدت الحلول يعني ممكن الى حد ما يقبلوا بيها، ان هم زودوا تقريبا 20% من الاجور للعمال على اساس يستقطبوهم ويعودوا عن الاضراب. لكن العمال هم يعني عاملين عودتهم عن الاضراب ورجوعهم للعمل مره اخرى اعلنوا ان ما يعني ده الكلام ده مقدمه للاضراب الكبير اللي هيكون يوم استقبال لجنه او بعثه منه. فبالتالي في هذا الاطار انت بتتحدث عارف ان برضه رئيس الوزراء والحكومه موجودين، وان برضه في اكتوبر حد ذاته دخلنا برضه في شهر اكتوبر وابتدت المظاهرات متوسطه الحجم تظهر في اسكندريه، لكن في هدوء بشكل كبير، وابتدت تتوزع على الناس كراسات. هي ليس اعتقد ان هي، لان انا وجدتها برضه في الحاجات اللي هي موجوده في القاهره كراسات من على شكلها اين انت؟ يعني انت كمصري انت فين موقعك من الثوره؟ انت فين؟ انت هيحصل كيت وكيت وكيت. فبالتالي الحركه الوطنيه او حتى النقابات العماليه كانت بتوزعها، وحتى تطلب منه كتيب صغير انت حدد موقفك، وبعد ما تقرا الحاجات الكتاب ادي لصديقك، ويا ريت باكبر كم ممكن انت تنشر الفكره ما بين المصريين. في هذا الاطار احنا عندنا دخلنا في الاعمال في اعتقد ان ذروه ما حدث في الاسكندريه، اعتقد ان في شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ده يمكن اسوء الايام في الاسكندريه، وان حتى حديث الصحافه العالميه والصحافه المصريه عن ما حدث في الاسكندريه اللقطه الشهيره بتاعت الاسكندريه خدتها في الشهور، وان هي كانت تقود المدن المصريه بما فيها القاهره، ان هي كانت عنوان حتى للصحافه الإنجليزية أو الأجنبية الموجودة في الإسكندرية أو حتى في القاهرة أو حتى الصحافة المحلية، وعلي صوت حتى الصحافة القومية إن ابتدت تتحدث عن الوضع. ابتدى كان هما الإسكندرية يتحدثوا إن حتى الفكرة بتاعتنا إن نضع إكادة الأول في منطقة في إسكندرية اسمها يعني منطقة الثورات. هي الثورة دايماً الناس تتجمع في مسجد أبو العباس، موسى أبو العباس، فبالتالي هما وبعد كده بتنتقل لمناطق أخرى. هما الوثائق تتحدث ان احنا عملنا يعني حطينا عميل من عندنا من الاداره المحليه على اساس هو وظيفته فقط حاجه واحده، ان يقنع الطلاب ان ما حدش يشارك في الثوره او ما حدش يتكلم. فبالتالي بيقول لك نجح الثلاث يعني الجمعه الثلاث الاولى في شهر اكتوبر نجح الفكره، واستطاع العميل بتاعنا ان يقنع الناس بصفته مصلي احد المصلين يعني ويكلمهم بيخوفهم بيعملهم. لكن الفكره الثانيه وابتدت الناس برضو يعني يبدو ان مساحات الغضب كانت كبيره، فبالتالي ابتدى يشاركوا يوم 24 اكتوبر حدثت المساله في تحول في المساله، وابتدى ان الاضراب يقول لك قاعده عامه ان بعد المصلين الخطب يكون رنان، وبعد كده يجتمع الناس، وبعد كده يتحركوا من مسجد ابو العباس ثم يروحوا
الساحة محمد علي، ثم فيما بعد شارع الرملة، ثم بعد كده الميناء الشرقي، أو تنتقل الناس لمناطق إلى الغرب يعني، أو للحي الجمرك وهكذا. كانت اللقطة القوات الإنجليزية كان فيها مشهد دايما هي كانت بتحاول تصدره للجماهير الغاضبة في الإسكندرية، إن داخل عملية استعراض قوة. بتتحدث إن في أحد الرسائل تتحدث عن إن دايما استعراض القوة يبدأ من القنصلية الفرنسية القديمة، ثم يكون نهايته في الميناء الشرقي في الإسكندرية، الميناء الشرقي. فبالتالي لكن يطلب من المتظاهرين إن لما تمر بالمناطق اللي فيها غضب الأهالي، أنت عليك إن توزع نفسك في شكل أجنحة. فبالتالي ممكن يكون فرق مجموعة منهم تروح السنترال، مجموعة منهم تروح للبورصة، مجموعة تروح لباكوس، القرية واحدة مسميها قرية باكوس، ما كانش باكوس والمجموعات الأخرى تروح ويروح للمقر الرئيسي في كوم الدكة، على اعتبار إن خلاص يعني معظم الناس، لكن هو لا يطلب منه الدخول في مواجهة مع الجماهير. لكن اللي حصل يوم 24 أكتوبر بسبب الأزمة، إن الجماهير لما خرجت من المسجد يبدو إن هم في حصل شد وجذب في عند منطقة الرملة شارع الرملة يعني، لأن كان شارع برضو فيه جزء منه ضيق، فبالتالي حصل احتكاك ما بين الشرطة، فحصل إضراب يعني طلق نار من القوات الإنجليزية، فبالتالي حصل يعني إطلاق نار في هذا الإطار، فبالتالي تم تقريبا مقتل 3 مصريين. ابتدينا هم يحاولوا يعني هدوا يدخلوا الناس في هذا الإطار، لكن طلب من الأعياد الإسكندرية يتم التدخل في الجمعة على يعني القرابة صحيح موجودة داخل الأيام العادية، لكن الجمعة كانوا بيخشوا منها بشكل كبير يعني جدا. طلب من الأعياد إن زي ما كان ليهم عملاء في مقابر إن يا إخوانا يعني ساعدونا برضه يعني مش من مصلحتكم إن البلد ممكن أو الإسكندرية ممكن يكون الأيام يصل فيها القرابة كبيرة في هذا الشكل. بالفعل راحت مجموعة من الأعيان وحضرت خطبة الجمعة، لكن يبدو إن الأمر كان إيه اللي حصل فيه يعني طيلة الأسبوع في عملية يعني كر وفر ما بين القوات، لكن حصلت إن خروج القوات في هذا اليوم كان بحجم الجماهير اللي خرجت من المسجد متأججة ما بين 6000 أو 7000، لكن تقريبا كان هناك سيارة أحد السيارات الشرطة الإنجليزية دون قصد، أهو بيسميها كده في الوثيقة بتاعته، الله يعني لغاية دلوقتي لم يتم التحقيق فيها، هم قايلين إن تم القبض على السائق والكلام ده، لكن يبدو إن وكأن تكرر النقطة عندنا في يناير، أو السيارة اللي دخلت في الجماهير وقتلت مجموعة يعني من الناس، ثم عندنا برضه سيارة فورد أخرى مجموعة هو كمان متهم فيها إن دول مصريين، جنود مصريين حرس الحدود المصريين العاديين، وابتدى يقتلوا من المصريين 21 طلقة يعني، وقتلوا حوالي 3 أو 4 مع المجموعات اللي قتلتهم السيارة. خلت الوضع أمام القوات البريطانية مش عارفة، الشرطة مش عارفة تسيطر على الموقف، فبالتالي استدعى القوات، وابتدى هو مش عاوز كمان يصادر، ابتدى عاوز يستدعى قوات مصريه هي تواجه، لان هو برضه كل ما يقدم نفسه امام الجماهير كل ما يزداد الامور يعني ايه عنف اكتر. لكن هذه الليله من يوم 31 اكتوبر، هذه الجمعه الشهيره، بدليل ان عندنا يمكن اكتر من 7-8 تقارير بتدينا تفصيلات هذا اليوم بدقه، ومين اللي راح ومين اللي جه ومين اللي يعني بشكل كبير، ومين المسؤول عن الاحداث. لكن في هذا الجو المفعم واللي ما فيش سيطره على الموقف، وان حتى التقارير تتحدث ان الشوارع الاسكندريه تقريبا ما يعني كل الناس موجوده في الشارع في ساعات متاخره من الليل، وان دايما احنا كل المظاهرات السابقه كانت احنا بنعرف نسيطر عليها لغايه الساعه 5-6 كده وبتاع، لكن الناس كلها خارجه في الشوارع بالليل، فبالتالي احنا كيف نسيطر على هذا الامر. يبدو ان برضه لدرجه اجبرت رئيس الوزراء خلاص انا قربت اهو يعني انا يعني هو طلب رئيس الوزراء رجع للقاهره لم يتحمل المساله، ثم برضه نفس الوضع السلطان والحاجات دي، والحكومه رجعت مره اخرى، لكن حتى القرارات اللي هو اصدرها رئيس الحكومه
بمنع المظاهرات تماما، او حتى فيما بعد قيل شهر نوفمبر المظاهرات مستمره وفي شغب وفي يعني اتهامات للبلشتيه ومش عارف ايه وحاجات، حاجات الرسائل بتتكلم بشكل كبير عن حاجات تفاصيل كثيره، طبعا الوقت مش هيسمح ليا ان ايه اسردها، لكن هو اصدر قرار ان يعني في نهايه المطاف برضه حتى هذا القرار لم يتم الاستجابه ليه قائد القوات البريطانيه، ان اصدر قرار ان الناس ممنوع ان الناس غدا الساعه 9 كل الناس اهالي اسكندريه يكونوا موجودين في بيوتهم، اي واحد هيتم القبض عليه بعد هذه الساعه ان ده هيتم انتقاله وكذا، فبالتالي في يعني فتحت السجون ومع ذلك الناس لم تستجب، لكن في النهايه ان مع قدوم يعني قرب قدوم البعثه من الاسكندريه ابتدت الناس يعني الى حد ما يعني المساله تروح تيجي للهدوء، يعني احنا عندنا شهر ديسمبر ما بين الروح، لكن لغايه اخر يوم في شهر ديسمبر انتهى العام شهر ديسمبر ان حركه الاضرابات وحركه المظاهرات والشغب في الاسكندريه لم تتوقف لحظه واحده. شكرا لكم. شكرا. شكرا دكتور احمد. والان الورقه الثانيه الدكتور حماده الشافعي وهو متخصص في التاريخ الحديث والمعاصر حاصل على الدكتوراه في مجال العلاقات الدوليه زاويه التاريخ، وابحاثه السابقه مرتبطه بعلاقات الولايات المتحده الشرق الأقصى. الورقة التي يقدمها اليوم حول الموقف الأمريكي من ثورة 19، وأرى عنوانا آخر على ورقته الويلسونية وثورة 19 في مصر. طيب. شكرا سيدي الرئيس. السادة الدكتورة صلى الله وسلم وكل خير. في البداية أحب أشكر معالي السادة الدكتور وزير الثقافة الدكتور علي سعد الدايم على رعاية هذا المؤتمر، معالي الأستاذ الدكتور سعيد المصري الأمين عام مجلس أعلى الثقافة، واللجنة القائمة على تنظيم المؤتمر. هو العنوان متغير مش بالشكل اللي حضرتك، هو كان المفروض إن العنوان يكون الورسونية لأن هو أقرب للموضوع من موقف أمريكا. بالنسبة للموقف الأمريكي للقضية المصرية هو يرجع إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، بمعنى أصح في مطلع القرن العشرين حينما قام الرئيس تودور روزفلت بزيارة مصر كأول رئيس للولايات المتحدة يقوم بزيارة مصر، وموقفه من الحركة الوطنية واندلاع الحركة الوطنية في هذه الفترة. في البداية أعجب المصريين إعجابا شديدا بزيارة الرئيس روزفلت وهو ممثل للولايات المتحدة الأمريكية، كونه في هذه الفترة في نظر المصريين واحد من المدافعين حول عن الديمقراطية وعن المستدلية، وده كان قابل يعني إعجاب كبير جدا في نفوس الطبقة الكبرى من حاملي لواء الحركة الوطنية اللي كانوا في صراع ما بين الديمقراطية الخلوية والاستبداد البريطاني المتمثل في الاحتلال. إلى جانب ذلك إن الولايات المتحدة في هذه الفترة كانت بتتمتع بسمعة حسنة إلى حد ما، كونها دولة غير استعمارية، لم تسلك المد الإمبريالي في هذه الفترة، أغلقت على نفسها الباب واتبعت أسلوب الانعزال عن المشاكل الأوروبية وما يكون في العالم. هي كل اهتماماتها كانت مصبة حوالين الامريكتين بمعنى اصح. لكن هنلاقي على النقيض ان موقف روزفلت كان غير ما المصريين كانوا متوقعينه. على الرغم ان هم كانوا شايفين فيه ان هو مثال الديمقراطيه والدوله لا تسعى للمد الامبريالي، لان هو خلال خطابه اللي القاه من على منبر الجامعه المصريه في 15 مارس هنلاقي ان هو متاثر جدا بكتاب لورد كرومر عن مصر الحديثه، والكتاب اللي حمل في طيبه خلاصه تفكير لورد كرومر نفسه في ازاي ان هو يقدر يستغل مصر بشكل مباشر. فهنلاقي ان روزفلت خلال
خلال خطابه بيحس المصريين على ان هم لازم يتراووا وينتظروا كثيرا من الوقت الاجيال المتتابعه واجيال متعاقبه حتى ينال الحياه الدستوريه والحياه الايجابيه. وهو في حد ذاته تناسى ان المصريين نفسهم هم ليسوا بجديد عن الحياه الدستوريه، فمصر قد عرفت الحياه الدستوريه منذ عام 1866 بعهد الخديوي اسماعيل بانشاء اول مجلس نيابي مجلس شورى النواب. كانت توجهات روزفلت بالتمسك بسياسه الاحتلال البريطاني كانت صدمه كبيره جدا للمجتمع المصري، خصوصا في الاجواء اللي وصل فيها روزفلت مصر، لان هو وصل في حوالي في اقل من شهرين من اغتيال رئيس النظار كان بطرس غالي، وده كان في حد ذاته كان ليه خلفيه بالسالب على القضيه المصريه من مفهوم روزفلت، لان هو شاهد نفس الاحداث باغتيال كينيدي، لان هو كان نائب الرئيس كينيدي في الفتره ديت، فده كان ليه مردود سيء جدا. استطاعت بريطانيا انها تسوق للقضيه المصريه على اساس ان هي قضيه طائفيه ما بين مسلمين وما بين اقباط، وده كان السبب المباشر للثوره حملت بعد كده كان شعارها تحالف الهلال مع الصليب، لان كان التسويق اللي كان بيتم للقضيه المصريه هي قضيه متطرفه، قضيه ارهابيه بتنصب وراء الارهاب والتطرف والاغتيالات السياسيه عشان توصل للي هي عايزاه اللي هو الحياه النيابيه بمعنى اصح. فده كان ليه تاثير كبير جدا على الحركه الوطنيه. لكن اللي اكثر من كده ان يعني ان هي وقت الموقف روزفلت ده رقم من الطبقه المصريه استهجان كبير جدا، خاصه من الطبقه المثقفه، في سواء كان في عناوين الصحف او في الاجتماعات السياسيه اللي كانت بتتم. الا انه اثر توجهات السياسه الامريكيه في الفتره دي. توجهات السياسه الامريكيه في على الرغم من ان هي كانت دوله منعزله الا ان هي كانت بتحافظ على مصالحها الاقتصاديه والسياسيه بكل شكل وبكل طول. فكان من مصلحه الولايات المتحده في هذه الفتره ان بريطانيا تظل مسيطره على مصر وعلى موقع مصر الاستراتيجي، خاصه بعد ما ظهر الموقف او اهميه موقع مصر الاستراتيجي في الجانب الاخر من العالم، او الصراع القائم بين روسيا وبين اليابان. وكانت اليابان في الفترة دي على حد تعبير روزفلت نفسه كانت بتلعب الدور اللي الولايات المتحدة ما كانتش بتقوم بيه. يعني الولايات المتحدة كانت بتتابع الدور، بس هي اليابان هي اللي كانت بتقوم بالدور ده نفسه، وهو تحكيم نفوذ الروسي في الشرق الأوسط. وظهر الدور ده في الحرب اليابانية الروسية، إن استطاعت بريطانيا إن هي تغير مسار الحرب بشكل غير مباشر، وتعطيل الاسطول الروسي اللي كان المفروض ان هو هيجي من بحر البلطيق عشان خاطر يساند الاسطول الروسي اللي انهزم في معركه بحر اليابان في الشرق الاوسط. فمن هنا الولايات المتحده شافت ان موقع مصر من الناحيه الاستراتيجيه هي لا تتدخل في الشأن الاوروبي، ولكن هي لها تاثير كبير جدا على الجانب الاخر من العالم، خصوصا في المنطقه اللي كانت الولايات المتحده بترى نفسها ان هي منطقه النفوس والمصالح بتاعتها. فهنلاقي ان روزفلت في اقل من شهرين رجع والقى خطاب تاني في مجلس النقاط في بريطانيا، كان الجانب الاكبر فيه كان بيخص مصر والسودان. وفي الخطاب دوت يعني ظهرت نقدر نقول علامه فارقه في تاريخ الحركه الوطنيه المصريه، وهو تحريض مباشر من روزفلت ان على بريطانيا ان تتبع اساليب اقصر شده واقصر غلظه ضد الحركه الوطنيه. وان لم تستطع بريطانيا ان تفرض هذا الاسلوب فعليها ان ترحل من مصر. فدي كانت نقطه تحول كبيره جدا في الحركه الوطنيه المصريه، واتباع بريطانيا بعد كده سياسه العنف والشده تجاه الحركه. لما نيجي هنلاقي الوضع السياسي لمصر خلال فتره الحرب العالميه الاولى، هي مصر كانت من الناحيه القانونيه دوله مستقله بناء على اتفاقيه لندن المبرمه بين الدول الاوروبيه، واللي كانت هي المراقب لهذا الموقف.
وما أقوى من فرمان هذا البيت. ولكن في الناحية الفعلية هي مصر كانت بتربطها بإنجلترا بالدولة العثمانية، هي الجزية السنوية التي ترسلها إليها. أما من ناحية الاستقلال فمصر في هذه الفترة يعني من شكليا هي مستقلة، إنما فعليا هي دولة محتلة من قبل الاحتلال البريطاني. التغيرات الدولية اللي أثرت على القضية المصرية خلال الحرب العالمية الأولى كان أهمها دخول الولايات المتحدة الحرب، لأن على الرغم من إن هي كانت بتنقل نفسها إن هي تدخل هذا الصراع الدولي والمشاكل الأوروبية، وكانت تتبع أسلوب الحياة، إلى أن ويلسون وجد نفسه في مستهل 17 لابد من المحافظة على الشرف الأمريكي بعد ما صعدت ألمانيا من حرب الغواصات وإغراق الذخيرات الأمريكية. تاني حاجة أثرت على القضية المصرية وهي كانت اندلاع الثورة البلشفية سنة 1917، ودي كانت بمثابة ظهور جديد لرؤية جديدة على مصلحة السياسة الدولية، وكان لها أثر كبير جدا على الحركة الوطنية المصرية وخاصة طبقة العمال والفلاحين. فتناقلت الصحف أنباء الثورة البلشفية التي قامت في أكتوبر، ووجهت لعمال الشرق خصوصا في مصر ومسلمي العالم والهند اللي هم كانوا بمثابة الثورة البلشفية والضحايا للرأسمالية، وكان لها أصداء كبيرة جدا في مصر خصوصا في مناطق التركز العمالي اللي كانت في اسكندرية والقاهرة ومدن القناة. فبعث موجة من التفاؤل لدى الشعب المصري وكافة المصريين بأن العالم القديم يكاد يكون خلاص أغلاله أصبحت تكاد تكون تحطم الآن في ظهور نظام سياسي جديد ينادي بالمساواة وينادي بالعدل وينادي بضرورة التغلب على الرأسمالية المتوحشة في هذه الفترة. بدأت الثورة المشبهة بنفسها ودعت كل الدول المحاربة إلى وقف الحرب، وأوقفت الحرب ضد ألمانيا، كما أنها في الوقت نفسه دي سببت اضطراب سياسي كبير للدول الرأسمالية في الفترة دي، لأن هي دعت إلى الشيوعية وتعارضت بشكل مباشر مع الحلفاء ومع سياستها. فنستطيع ان احنا نجد ان اكثر الصحف المصريه في هذه الفتره اخذت تكتب عن الثوره البلشفيه وعن الشعب المصري واهدافها وازاي تتطبق وازاي تحقق العداله الاجتماعيه والقبض على الاستعمار، وده كان ليه مفهوم كبير جدا عن فئات عريضه من المصريين، والاكثر من ذلك هو التصريح الذي اعلنه ويلسون وطالب بمعنى اصح تحرير مصر والهند بشكل مباشر، وده كان ليه انباء طيبه جدا لنفوس المصريين لدرجه ان محمد فريد في منفاه ارسل وجهه شكر لينين على شعوره تجاه القضيه المصريه. الحاله الثالثه اللي كانت مؤثره برضه في القضيه المصريه وهو تصريح بيلفور في 2 نوفمبر 17، لان الخارجيه البريطانيه كانت تريد ان تغازل الصهيونيه الامريكيه ورجال المال اليهود حتى يحسوا الولايات المتحده على ضروره تقديم كل ما لديها من اموال ودعم لقضيه الحلفاء. فمن هنا جاء الوعد بانشاء وطن قومي لليهود، وكان للصهيونيه الامريكيه واليهود الامريكان عامل اساسي في دفع ويلسون ان هو يطلب من الخارجيه البريطانيه ان هي تصدر هذا الاعلان ويتم تحت اشرافه ومراجعته قبل اعلامه من قبل الرئيس ويلسون. اما الويلسونيه بقى بشكل عام وهي عنوان البحث اللي بتتغير، فده كان ان الثوره البلشفيه نفسها احدثت اضطراب سياسي كبير لدول الحلفاء، ومن هنا بدا ويلسون ان هو يفكر في عمل لا يقل في خطورته عن العمل العسكري، ان هو يفصح ان الحرب التي سوف تشنها الولايات المتحده او تنضم اليها الولايات المتحده ما هي الا حرب من اجل الديمقراطيه.
وأن الشعب الأمريكي والحلفاء لا يحاربون الشعب الألماني بل يحاربون الحكومات المستبدة. ويلسون في حد ذاته عقليته هو رجل أكاديمي أستاذ جامعي كان يرى العالم من منظور المبادئ وليس من منظور المصالح الاستعمارية. وسيفاجأ حينما يغمس على طاولته الصبح أن مبادئه ليس لها قيمة في ظل هذا الواقع العالمي المتشابك بين قوتين متحالفتين اقتصمت العالم بينهم قبل انعقاد مؤتمر الصلح. ففي السابع من يناير أعلن ويلسون أن غرض الولايات المتحدة من الحرب هو أن يكون العالم مكانا آمنا للديمقراطية ويرجع للروح الألمانية الحربية وإنشاء نظام لإقرار السلام العالمي. ثم أعلن مبادئه 14 خطاب في الكونجرس ليفتح عصرا جديدا في زيارة العلاقات الدولية على أساس الإنسانية والعدالة والوصول. كما نادى في أهم مبادئه بالمبدأ الشهير وهو حق تقرير المصير للشعوب. كما أكد على أن عهد الاتحاد والتوسعات قد مضى وانقضى وأصبح من الممكن لكل أمة أن تتفق آمالها مع العدل وسلام العالم. وأن العدل لابد أن يمنح لكل الأمم فلا يمكن أن يمنح لأمريكا دون غيرها. كما قرر أن الشعوب لا يمكن أن تنتقل من سيادة إلى أخرى بمؤتمر دولي أو اتفاق بين المتنافسين وأن الأمانة القومية لابد أن تحترم. فنالت المبادئ الوصولية قبولا عالميا كبيرا كبرنامج متحالف مستنير لنوع جديد من العلاقات في إقامة السلام وعلى نغمة هذه الصياغة الحكيمة المحددة لأهداف السلام. إلا أن هذه النقط وهذه المبادئ التي وضعها ويلسون لم يعتبرها الحلفاء إلا أنهم رأوا نفسهم هم مغرمون على قبول هذه المبادئ ولو خلال تلك الفترة حتى يتجنبوا ما يمكن أن يكون عليه خصوصا المجتمعات العربية إذا رفضت هذه الدول هذه المبادئ لقيام ثورة. فأصبح الشعور العام حول العالم هو أن ويلسون وضع أسطورا جديدا للعلاقات الدولية ومعاني جديدة. أما بالنسبة للحركة الوطنية المصرية فكانت مبادئ ويلسون كانت الشغل الشاغل لدى قادة الرأي في مصر منذ تم إعلانها. وعمق الشعب المصري آماله العريضة على الحرية والاستقلال فخرجت الصحف تصف المبادئ بأنها فقط النور التي توعز للشعوب المستعبدة. وتركت هذه المبادئ تأثيرا كبيرا على الطبقة المتعلمة وحاملي الولاء الاستقلال والحرية داخل مصر. حتى أخذ الرفع يوم بهيكل حينما تم إعلان المبادئ أن لمصر حق تقرير المصير وبناء عليه سوف تخرج إنجلترا من مصر. فمع إعلان الهدنة بدأت القوى الوطنية تتطلع إلى الحصول على إذن السفر حتى ينالوا الاستقلال كما وعد به ويلسون، ولكنها اصطدمت بالواقع المرير وهو الواقع الاستعماري. فبريطانيا رفضت الوفد إن هو يقوم بالسفر، فقام بإرسال رسائل إلى الرئيس ويلسون يحثه على تنفيذ وعوده وحصول مصر على استقبالها وأن مصر دولة تستحق الاستقلال. ففي رسالة أرسلها الوفد في ديسمبر 18 أبلغ الرئيس ويلسون بتكوين الوفد وموقف الوفد منه إلى جانب المطالبة المشروعة للوفد في الحصول على الاستقلال والحرية لمصر. إلا أن في شهر مارس اشتعل الموقف نظرا لأن بريطانيا كان لها رأي آخر وهي عدم طرح المسألة المصرية لأنها مسألة منتهية تماما بالنسبة للإمبراطورية البريطانية. فالفكر السائد لدى الشعب المصري في هذه الفترة أن المبادئ الوصولية هي السبيل نحو الاستقلال ونحو حصول مصر على الاستقلال. إلا أن بريطانيا بدأت في مهادنة الثورة ولكن في الوقت نفسه هي مراوغة سياسية تمت من قبل الاحتلال البريطاني
بأنها عقدت الاتفاقيات مع الدول مع حلفائها في مؤتمر الصلح والاعتراف بالحماية قبل السماح للوفد بالسفر. فبمجرد أن سمحت بريطانيا للوفد بالسفر وإيس ويلسون يغزر القضية المصرية ويعترف في الحماية البريطانية على مصر ضاربا بمبادئه عرض الحائط نظرا أن بريطانيا أخذت تساوي، فهو من باب أولى كان لديه شعور بأن عصبة الأمم هي أهم من أي شيء آخر ممكن أن يكون. فبالتالي نجح لويد جورج في إقناع ويلسون بأن مبادئه هي التي أزمت الموقف البريطاني في مصر والسودان وكانت سببا في اندلاع الثورة. ومن هنا كان ويلسون حريصا على أن هو يعلن اعترافه بالحماية البريطانية على مصر، وصرعت دار الحماية بأن هي أعلنت اعتراف الرئيس ويلسون. ولكن حينما وصل الوفد باريس كان لديه أمل كبير في أن الرئيس ويلسون يتمسك بمبادئه، إلى أن الرئيس ويلسون حينما بعث الوفد برسالة لمقابلته وعرض القضية المصرية عليه حس بحركة موقفه، فتعذر بأنه على الدولة المصرية أن تكتسب من الإدارة الإنجليزية الخبرة، ويشعر شعورا صميما بأن سفك الدماء والتطرف هي نفس الرسالة التي أرسلها روسيا في سنة 1910، أن سفك الدماء والتطرف والإرهاب لن يكون هو السبيل للحركة الوطنية المصرية كاعتماد استقلالها. كما طلب الوفد مقابلة بعرض القضية على مؤتمر الصلح، ولكن قوبلت تلك الطلبات بالرفض لأن الخارجية البريطانية أرادت أن تحيط الوفد أو شل حركة الوفد في باريس بأن تنوه إلى الخارجية الفرنسية بعدم نشر أي بيانات عن الوفد. ولكن هناك بركة أمل جديدة ظهرت بعد هذا الاعتراف من قبل مؤتمر الصلح والحماية. سوف أترك الزميل أستاذ عبد الوهاب شاكر يخبر حضراتكم عن هذه وعن بركة الأمل هذه. شكرا لحضراتكم. شكرا دكتور حماده. الورقه الاخيره في هذه الجلسه الاستاذ عبد الوهاب شاكر، وهو من الباحثين في مكتبه الاسكندريه او من الباحثين الذين بداوا منذ سنوات في تشييد موقع ذاكره مصر المعاصره للمكتبه، وقدم اسهامات عديده في هذا الموقع وفي مجله الذاكره. ورقه عبد الوهاب موضوعها الوفد ومعركه ادعاء القضيه المصريه في الكونجرس الامريكي. شكرا استاذ الدكتور عماد ابو غازي، هو من المؤسسين معانا في الموقع خاص بذاكره مصر، ويعني كان دايما بمثابه الاب الروحي لينا، وبيشجع دائما واستمرار صغار الباحثين وشبابهم على الاعمال البحثيه المتعلقه بتاريخ مصر الحديث والمعاصر. الساده الحضور تحيه طيبه، أشكر تشريفكم ومنحكم لينا وقتكم الثمين لمتابعة الأبحاث الملقاة اليوم. كما أشكر أتوجه بالشكر للأستاذ والصديق العزيز دكتور حمادة، إن هو أعفاني نسبيا من المقدمة اللي كنت عايز أتكلم عنها، وهي ذاكرة الويلسونية وتأثر الحركة الوطنية المصرية بالتصريح الخاص بالرئيس ويلسون. فاعتقد هو البحث بتاعه كان كافي وشافي جدا ويشكل تمهيد ودعم كبير للبحث اللي انا هقوم بإلقاءه دلوقتي. البحث اللي انا بحاول استعرضه على مصر النهارده هو بيتعلق بالوفد ومعركه الدعايه للقضيه المصريه في الكونجرس الامريكي. نقطه مهمه جدا في البحث ان دي اول مره الحركه الوطنيه المصريه بتبدا تدرك مدى اهميه الولايات المتحده على الساحه الدوليه. فقبل ذلك كان مثلا في فتره الزعيم مصطفى كامل او محمد فريد الحركه الوطنيه دائما بتهتم بعمل دعايه ليها في سواء في فرنسا او في الدوله العثمانيه او الدوله العثمانيه في تركيا
او في المانيا او في معظم الدول الاوروبيه، لكن كان دايما مفيش اهتمام يذكر بعمليه الدعايه للقضيه المصريه في الولايات المتحده. اسباب كتير ممكن منها لان معظم الطلاب المصريين اللي كانوا بيدرسوا في اوروبا في الفتره دي كانوا بيدرسوا في فرنسا، في المانيا، حتى في انجلترا نفسها. في طلبه مصريين ايضا كانوا بيدرسوا في الولايات في الدوله العثمانيه، لكن نسبيا كان عدد الطلبه المصريين اللي بيدرسوا في امريكا كان عدد محدود جدا، وما قدروش يشكلوا جامعات او جمعيه خاصه برعايه شؤون الطلبه المصريين او بجامعات تهتم بالدعايه للقضيه المصريه. زي ما الدكتور حماده اشار في بحثه عن الصدمه اللي حصلت بعد اعتراف الولايات المتحده وتحديدا الرئيس ويلسون بالحمايه البريطانيه على مصر، فقد فوجئ اعضاء الوفد المصري باعتراف الولايات المتحده في 19 ابريل، اي بعد وصول الوفد المصري الى مارسيليا بيوم واحد. وتسمحوا لي ان اقتبس ما قاله الزعيم مساعد زغلول عن شعور اعضاء الوفد بعد اعتراف امريكا بالحمايه البريطانيه على مصر في مذكراته، فقد قال: لقد تعمد الانجليز ان يصدموا الوفد باعتراف ويلسون بالحمايه يوم وصولنا، املا في ان تتزعزع ثقتنا في انفسنا، وما كان تدبيرهم في الافراج عنا ثم استقبالنا في باريس بهذه الصدمه الا كتدبير السجان الذي يطلق اسيره ثم يرسل على ابواب السجن من يدهمه ويغتاله ليبيته الكيد في ساعه الفرح والاستبشار بالخلاص والامل في المستقبل. فقد ادى اعتراف الولايات المتحده بالحمايه اثر سيء وصدمه قاسيه جدا في مصر لما كان ينتظره المصريون من الامل على يد مبادئ ويلسون لحصول مصر على الاستقلال. وبالنسبه للاثر الاعتراف ده كان على الوقت اعضاء ورجاله، فقد يأس معظم اعضائه من جدول البقاء في باريس، وفكر بعضهم في العوده الى مصر، ومن هؤلاء اسماعيل صدقي ومحمود ابو النصر وحسن ناصر. في نفس الوقت بدات تحدث محادثات او مباحثات داخل اعضاء الوفد نفسهم، ليه ما نحاولش نعمل ونقدم دعايه في الولايات المتحده؟ مش بنخاطب بقى بيها الرئيس الامريكي زي ما كان بيحصل قبل كده، بل محاوله مخاطبه الكونجرس الامريكي ومخاطبه الراي العام والصحافه الامريكيه. فعمل الوفد على ارسال بعض اعضاء الولايات المتحده للدعايه للقضيه المصريه هناك. ولكن الحكومه الانجليزيه كانت باستمرار تحرض الحكومه الفرنسيه على عدم منح تصريح سفر لما يطلبها من اعضاء الوفد للسفر الى الولايات المتحده. وحدث ان اخر سعد زغلول عبد الرحمن فهمي باشا يقول له في تقرير المباراه 23 يونيو 2019 ان الوفد منشغل بفكره رفع صوت مصر في امريكا، وقد قرر ارسال بعض اعضاء اليه، ولكن يظهر ان الانجليز هنا يضعون العراقيل في سبيل سفرهم وسيمنعونهم من ذلك. بالمصادفه خلال تواجد الوفد المصري في مؤتمر الصلح بيحدث نوع من التعاطف مع من بعض اعضاء مجلس الشيوخ الامريكيين اللي كانوا متواجدين ايضا في مؤتمر الصلح. ففي تلك الاثناء اتصل اعضاء الوفد المصري ببعض الامريكيين اللي جاوا لباريس لمساعده الايرلنديين على نيل استقلالهم وتحررهم، وعرف عنهم الرغبه الشديده في معاداه الاستعمار البريطاني ورغبتهم في ذكر المساله المصريه بجانب المساله الايرلنديه. فزودهم اعضاء الوفد بجميع المستندات والبيانات الخاصه بالقضيه المصريه، فدرسوها وقصوا بشانها فيما يذكرون في مجلس الشيوخ الامريكي. بالاضافه الى ذلك نشر الصحفيون الامريكيون في صحفهم بعد ان وقفوا على حقيقه المساله المصريه الكثير من البيانات عن القضيه، مما نتج عنه ان اثيرت المساله المصريه في مجلس الشيوخ بتاريخ 21 يونيو 1919، عندما اقترح مستر مايسون احد اعضاء مجلس الشيوخ الاعتراف بالجمهوريه الايرلنديه. فانتهز مستر بوراء احد اعضاء المجلس الفرصه كذلك وتناول القضيه المصريه قائلا انه لا يجوز ان تحرم مصر حقا منحا لغيرها كبلاد الحجاز مثلا وهو تقرير مصير نفسها بنفسها، في حين انها لا تمحل الجدارة لنيل مطالبها عن كثير من البلدان التي شاءت سياسه مؤتمر الصلح ان تنعم بالحريه والاستقلال على حساب الغير. فأمرت سعد زغلول الى المستر بوراء قائلا باسم الانسانيه والعدل، باسم الشعب المصري جميعه الذي اتشرف بان ادعو عنه، اقدم لجنابكم خالص الشكر لعطفكم على مصر والاشاره اليها في خطابكم في مجلس الشيوخ. فنحن الذين حاربنا مع الحلفاء جنبا الى جنب وضحينا بضحايا كثيره فيما كنا نرى سبيل الحريه والعدل. قد حرمنا من اسماع صوتنا الى مؤتمر السلام، وخولفت معنا المبادئ التي دخلت امريكا الحرب المصرفه، وبذلك عوم لابناء الفراعنه وعماله السلع التي تباع وتشترى. وان المصريون ليعتمدون عليكم اعتمادا تاما على مساعده الشعب الامريكي محب الحريه في تحقيق الامال القوميه لشعب حكم عليه الاستعباد الابدي من غير ان يسمع الفرعون. على اثر تصريح مستر بوراك، راى الوفد المصري ضروره ارسال وفد من اعضاء الى امريكا لاستثاره الراي العام في الولايات المتحده لبحث القضيه المصريه،
ولكن كما نعرف حاول يصدع العراقيل في سبيل سفرهم ومنعهم من ذلك، فرأى الوفد ان يروح عنه تحديدا عبد اللطيف المكبات ليه للسفر الى الولايات المتحده، ولكن القنصليه الامريكيه بالقاهره طلبت منه ان يؤشر على جواز سفر من قنصليه انجلترا اولا، ولما طلب ذلك من القنصليه طلبت منه ان يحصل على اسم الحكومه المصريه، فاعتبر عبد اللطيف بك ذلك مراوغه وراى انه لا تقدم متابعه السعي، لا سيما وقد فتح امام العمل الوطني باب جديد وهو تكليف بعض كبار رجال السياسه الامريكيين بالدفاع عن القضيه المصريه. وكان هو مستر فويك الحاكم السابق لولايه ميزوري، والذي كان يعمل في بعض قضايا التحكيم الخاصه بالحكومه الامريكيه. ويعود الفضل في اتصال مستر فويك الوفد الى الدكتور حفص عبد البيك، فقد كانت الفكره في بدايه الامر متجهه الى تكليف المستر فرانك ويلش الذي كان مكلفا بعرض الدفاع عن القضيه المصريه في عربيه السيوط، والذي كانت حاضرة الى باريس للمضاربه باستقلال ايرلندا. لكن المستر ويلش دعا لاعتبارات كثيره يكلف غيره المهمه، فاقترح اسم المستر فويك، وبعد بدء المراسلات بينهما انتهى الامر بقبول جوزيف فويك تولى القضيه المصريه. بالنسبه لجهود جوزيف فويك، بدا المستر فويك عمله بالقيام بحركه دعائيه واسعه عن طريق الصحف الامريكيه لتهيئه الافكار لسماع تفاصيل القضيه المصريه، ثم قام بالتصدي في نفس الوقت للدعايه الانجليزيه المضاده بالرد المفحم، واخذ يجري اتصالاته بشان القضيه المصريه مع اعضاء مجلس الشيوخ، حتى استطاع اقناع المستر روج رئيس لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي بضروره تأييد القضيه المصريه اقتناعا تاما، وصارت اكثريه لجنه الشؤون الخارجيه تتفق معه في الراي. فقام فويك بتوجيه مذكره الى لجنه الامور الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي مدافعا فيها عن استقلال مصر. وبعد تقديم تلك المذكره حدث ان رفضت اللجنه طلبا مقدما من مندوب الهند يطلب فيه سماع اقوالهم، فاعترض المستر هيتشكوك زعيم الحزب الديمقراطي على ذلك قائلا: كيف يمكن ان يسمع صوت المصريين ولا يسمع صوت الهنود؟ مع ان ظلامه الفريقين متماثله وهي ضد قسم واحد. فردت عليه اللجنه بقولها ان مصر تعد من الوجهه السياسيه غير خاضعه لانجلترا او لتركيا، بل يجب ان تقوم مستقله وزمامها بيدها. فكان لسمو هذا القرار فرحه عظيمه طيرها المستر فويك الى اعضاء الوفد بباريس الذين طيروها بدورهم الى مصر، فنشرته الصحف المصريه متفائله خيرا بالموقف الامريكي من الثوره المصريه. فاتبع ذلك رساله لجنه الوفد المركزيه بمصر بالتلغراف الى مجلس الشيوخ الامريكي قائله فيه الى السيد رئيس مجلس الشيوخ: تعتمد الامه المصريه على ديمقراطيه الشعب الامريكي الحر للاعتراف باستقلالها التام، ولنا كبير الامل في ان يصدق مجلسكم الموقر على قرار لجنه الشؤون الخارجيه بخصوص المساله المصريه. فقد اشتركتم في هذه الحرب ابتداء تحرير الشعوب المنظومه الحق وفوز المبادئ الحره، والعالم متطلع الى هذه النتيجه بمعونتكم، وسيسجل لكم التاريخ المواقف التي تقفونها للدفاع عن كل قضيه عادله، وتصبح الشعوب الضعيفه ومصر في مقدمتها مدينه لكم وفرجتها. لم تقتصر جهود مصر فورد على مجلس الشيوخ، فقام باتصالات عديده مع وزاره الخارجيه الامريكيه، وبعد المقابلات واستشارات اللي حصل لها استطاع الحصول على خطاب من وزير الخارجيه الامريكي لانسين الى المستر كوم بتاريخ 16 ديسمبر 1919 يفيد ان الولايات المتحده الامريكيه لم تعترف برقابه على الشؤون المصريه الا على النحو الذي ورد في تلغراف الملك جورج الخامس الى السلطان حسين كامل الذي نشر في جريده تايمز بتاريخ 24 ديسمبر 1914، والذي جاء فيه انه بفضل الحمايه البريطانيه سوف يتسنى له التغلب على المؤثرات التي تريد تدمير استقلال مصر. وقد قبل على هذا الخطاب اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي واعضاء البرلمان البريطاني. واهم ما جاء بهذا الخطاب انه كسر الاعتراف بالحمايه على الرقابه خلال فتره الحرب فقط. وقد شجعنا نجاح بازل قيرو ومستر فويك الوفد على بذل المزيد من الدعايه في الولايات المتحده، فراى الوفد ضروره ايفاد مندوبين عنه مره اخرى للسفر الولايات المتحده بغرض الادلاء برايه امام لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس الشيوخ. وقد طلب ثلاثه من اعضائهم سعد زغلول رئيس الوفد ومحمد محمود عبد اللطيف المكباتي من القنصليه البريطانيه في باريس السماح لهم بالسفر الى الولايات المتحده. وقد أثار هذا الطلب اعتراضات شديدة من جانب الحكومة البريطانية، كما نشطت الدبلوماسية البريطانية في كل من باريس وواشنطن ولندن والقاهرة لإحباط هذه الزيارة، منعًا لإحراج السياسة البريطانية في الولايات المتحدة. وبناءً على وساطة مستر فورك لدى وزارة الخارجية الأمريكية واستخدام الأخير للضغط على السفارة البريطانية في واشنطن، انتهى الأمر بالسماح لهم بالسفر، ولكن بعد أن أرجعت السلطات البريطانية موعدهم ورتبت أسلوب مواجهتهم في أمريكا من ناحية، فرأت أنه لن يكون هناك أي خطر من سفرهم إليها بعد إجراء هذه الترتيبات. ومما يفتح النظر حقا ان العقبات التي اثيرت بشان سفر مندوب الوفد الى امريكا لم تكن فقط من جانب السلطات البريطانيه، وانما حدث بشانها اختلاف حاد بين اعضاء الوفد انفسهم حول من يتولى القياده بها، ادت الى اتخاذ الوفد عن قرارات متناقضه، وانتهت اخيرا
اخيرا بالسماح بسفر محمد محمود باشا وحده، وان كانت قد كلفت مراره قاسيه بنفسه حتى تقول الموقف زملائه في هذا الموضوع نظرا لرغبته الشديده وجماحه في السفر بنفسه لكي يحاول خدمه القضيه المصريه وفق ما يراه بفضل الله في ذلك الوقت. بعد السماح لمحمد محمود باشا بسفر الامم المتحده استطاع القيام بدعايه مكثفه للقضيه المصريه هناك، ولعل اهم ما قام به هناك هو اصدار الكتاب الابيض عن المسألة المصريه ونشره اللغه الانجليزيه، وقد تضمن هذا الكتاب جميع اعمال الوفد في مصر وفي الخارج والمكاتبات التي وردت بينه وبين اعضاء مؤتمر السلام ابتداء من 10 نوفمبر 1918 الى 14 يوليو 1919. وقد قدم الكتاب بيان شامل عن الحوادث التي وقعت في شهري مارس وابريل 1919 مع بعض الصور لاثار الفظائع التي قام بها الجنود البريطانيون في مصر. وقد وزع من هذا الكتاب على اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي وجميع رجال السياسه والصحافه في امريكا، كما ارسل الى انجلترا ووزع على اعضاء البرلمان والمشتغلين بالسياسه. كذلك نجح محمد باشا محمود في اجتزاز العديد من اعضاء مجلس الشيوخ، ولعل اهمهم كان السناتور اون بسبب القضيه المصريه. فتمكن السناتور اون من الكتابه في تاريخ 29 نوفمبر 1919 الى وزير الخارجيه الامريكي يساله عن معنى اعتراف امريكا بحمايه انجلترا على مصر، وعما اذا كان هذا المعنى هو ان الولايات المتحده لم تعترف لانجلترا بالسياده على مصر ولا بسبب شيء من حقوق المصريين في السياده والاستقلال. واستند في هذا المعنى على كما سبق ان ذكرنا على تلغراف الملك جورج الخامس للسلطان حسين كامل، والذي جاء فيه ما ياتي: انا واثق انكم تستطيعون بمعاونه وزرائكم ودفاع بريطانيا عنكم التغلب على كل العقبات والعوامل التي تبني الى سلب مصر استقلالها او الاغرار بثروتها وحريتها وسعادتها. وعلى جواب السلطان له بالشكر لجلالته على ما اداه من تاكيد المحافظه على سلامه مصر واستقلالها. يسير الامور هناك وحده. ولقد لم محمد محمود باشا الدعوه ورحل الولايات المتحده حيث وصل باريس في مارس 1920. في اوائل شهر مارس كما سبق ان ذكرنا 1920 راى الوفد ان يستدعي اليه محمد محمود باشا، فوصل باريس في 6 مارس 1920. وكان سعد زغلول قد ارسل في تقريره الى لجنه الوفد المركزيه بتاريخ 7 مارس ما يلي: عاد محمد محمود باشا امس من امريكا متمتعا بالصحه، ويؤكد ان المساله المصريه فيها بلغت من الاهميه مكانا عظيما، وان له املا قويا في ان يقبل مجلس الشيوخ تحفظا في صالح مصر، يقضي بان امريكا تفهم من الحمايه الوارده في معاهده مؤتمر السلام انها ضروره القصد منها الدفاع عن استقلال مصر مده الحرب فقط. فاذا تحقق امله كان ذلك فوزا بينا للقضيه المصريه. وعندما ترد لنا اخبار بهذا الشان ونوفيكم بها وانا تبليغ اسكى سلامي وسلام الاخوه الاخوانكم جميعا. ولكن يبدو ان ما جاء في تقرير سعد زغلول لم يشفي غليل عبد الرحمن باشا فهمي، فكتب اليه بتاريخ 17 مارس 1920 ما ياتي: لا تزال الاسئله توجه الينا بكثره باستعلام عن سبب استدعاء محمد باشا محمود. يعني كان دائما في تساؤل في مصر تحديدا، ايه الاسباب اللي دفعت محمد باشا محمود للعوده دون استكمال مهمته؟ وعن نتيجه مأموريته بها، وحيث ان سعادتكم لم توفر شيء من هذا، فكان جوابنا عن هذا السؤال الاول انه ربما تكون كثره الاعمال باوروبا هي التي دعت استدعائه. وما كان يمكن الاجابه عن السؤال الثاني، وعلى ذلك ارجو التنبيه بفائدتنا عن سبب استدعائه وعن نتيجه مأموريته بامريكا. فرد سعد زغلول علي قائلا: نحن الذين استدعينا محمد باشا محمود من امريكا لان الاشغال هنا، يقصد في باريس يعني، تستدعي اشتراكه معنا، والاعمال هناك يكفي ان يباشرها فويد الان. ولقد وصل الباشا مرات ايام ونؤكد ان حاله القضيه المصريه عظيمه جدا، وان امله قوي في ان يقبل مجلس الشيوخ تحفظ المستقبل باعتبار الحمايه الوارده في معاهده الصلح ضروره حاليا لوقت الحرب فقط. وسيظهر هذا قريبا وعند ظهور موافقون الخبر. ثم كتب الى عبد الرحمن باشا فعلا مجددا بتاريخ 16 مارس ما يلي: حضر محمد باشا محمود بناء على دعوه مننا لاستفهام منه عن حقيقه مركز القضيه المصريه في امريكا وعن افكاره بخصوصها، لان المكاتبات لم تكن وفيه بالغرض، ولان هناك من يقوم باعماله هو مستر فول، ولانه كان قد مرض مرضا خطيرا وحضر بعد تعافيه، وكان له امل كبير في النجاح، ولكن مجلس الشيوخ حفظ الاقتراع الخاص بمصر، اذ يظهر ان الدسائس البريطانيه قد لعبت فيه لعبا قويا، وتفيد في التلغرافات الوارده من مستر فول، ومن غيره ان هناك امل في استئناف المساله ونجاحها حق تفاوزا. لكن يبدو ان الوفد المصري البريطاني له بعد ذلك ان الدعايه المصريه في امريكا لا فائده منها، حيث لم تظهر مساعده الولايات المتحده بشكل مباشر او غير مباشر اثناء مفاوضات الوفد لجنه ميلمر. وقد بين ذلك سعد زغلول في خطاب لمصر فول في 31 يناير 1921، جاء فيه كالتالي: ولم نشعر مطلقا ان نحن في مفاوضاتنا مع لجنه ميلمر بمساعده الولايات المتحده مباشره او غير مباشره، وكل عمل في امريكا ليس له فائده كبيره، مجلس الشيوخ اهمل المعاهده، واذا كنا نحتاج مساعدتك وخبرتك يقصد مساعده مستر فول في المستقبل، فنامل ونعتقد انكم لا تترددون فيه. وكان ذلك بسبب فسخ الوكاله منحها الوفد المستر فول لدفاع النقد المصريه في الولايات المتحده. جاء
بنهج أدبية، وبذلك انتهى العمل الدعائي الذي قام به مستر فوري في القضية المصرية الجمالية. يبدو أن سعد الباشا وقائد الوفد المصري التقى بظروف متطلبات الملف الأمريكي، خاصة بعد قرار الكونجرس معاهدة باريس التي وقع عليها الأيسو، وعاد الولايات المتحدة بذلك بأساس العزلة التقليدية التي كانت قد تقرت في منطقة مبور مشروع. الطريف أنه في عام 1926 بعد ما كان خلاص تقريبا الناس نسبت من دعاية الأنبياء مستر فوري وناس الدول الأنبياء في أمريكا، بتظهر أرملو وتطالب وقام برفع دعوة قضائية على الوفد المصري الممثل في سعد الباشا زغلول وسعد محمد باشا محمد، مطالبة إياه بدفع 100,000 جنيه مقابل الخدمات التي أسداها زوجها للقضية المصرية. وقد عملت مطالبة بعدد من المستندات، الأول تضمن تعهدا من جانب محمد باشا محمود دفع 5,000 دولار شهريا لفولك أثناء نضال عن حرية مصر، وعند نجاح مجهوداته يدفع الشعب المصري مبلغ 100,000 جنيه مصري، طبعا ده مبلغ كبير في الفترة دي. وقد أكد هذا المستند أن التعهد المذكور وضع موضع التطبيق، وأن المحامي الأمريكي قد حصل على 35,000 دولار. الأمر الثاني أو المستند الثاني كان على شكل إقرار من محمد باشا محمود لأن الوفد المصري متين للحاكم جوزيف فولك بمبلغ 20,000 جنيه مصري مقابل الخدمات القانونية التي قام بها للدفاع عن القضية المصرية خلال عام 20 و 21. المستند الأخير كان إقرار أيضا من محمد باشا محمود في 29 أغسطس 1922 لأن الوفد المصري برئاسة سعد باشا زغلول متين للحاكم جوزيف فولك بمبلغ 20,000 جنيه، والمأمون أن يدفع هذا المبلغ للحاكم دون تأخير بلا مبرر ولا مبرر. ثلاثة من أشهر المحامين في ذلك الوقت تصدوا للدفاع عن الأمر، فميرزا باق وجربوع أبو موسى وصف كانوا المحامين الثلاثة الذين ترفعوا في القضية، الأول عن أرملة المستر فورد، والثاني عن محمد باشا محمود، والثالث عن الوقت. وفي قاعة الدائرة الثانية المحكمة المقدسة المدينة المدنية بمصر جرت بين الرجال الثلاثة مبارزات كلامية وقانونية. تحدث في البداية ميرزا باق كان أسس مرافعته على السوابق التي عرفها التاريخ المصري لتكليف بعض الشخصيات العامة للدفاع عن مصر. بالمقابل ففي الحملة التي قضاها نوبار باشا في أوروبا لتعديل نظام المحاكم محاكمة الأجانب، قدرت الخزينة المصرية للكاتب الفرنسي إدموند إيابو 1000 جنيه مصري. وكذلك فعل الوفد المصري مع الكاتب الفرنسي ميسو بيتكور مارجريت حين دفع مبلغ يتراوح بين 2000 و 3000 جنيه. أما عن القول يعني ده كان الدفاع بدعوة أن مصر لم تأن بكامل استقلالها مما لا يستحق معه كل المبلغ المتفق عليه، فقد دفع بالقول أن الدستور المصري نفسه الذي وقع عليه الملك فؤاد تضمن في مادته الاولى ان مصر دوله مستقله ذات سياده، فكيف يجوز اذا المحاكم المصريه التي تصدر احكامها باسم ولي الامر بان وضع الدستور كاذبه، مع ان جلاله ملك مصر نفسه قد اعلن ان مصر مستقله. يعني دخل في جدال حوالين هل فعلا فولك الدعايه الامنيه او المجهود الامني ساعد على منح مصر الاستقلال؟ في بعض الاراء بتشوف ان هو كان استقلال منقوص. ف على اثر هذه المباحثات او هذه الدفاع المحامين في القضيه نجد أن موسى واصف أيضا كان مكتب الوفد، فقام بالدفاع ونفى أن أولا أن يكون الوفد المصري اتفق مع فولك على أن يتحفظ الأمريكيون على طبيعة الحماية لسبب بسيط، وهو أن برنامج الوفد لم يتضمن في يوم من الأيام أي قبول الحماية مهما كانت طبيعته. أما عن حجم ما قدمه الحاكم الأمريكي السابق لولاية ميزوري، فقد استشهد موسى واصف برسالة كان قد بعث بها لسعد باشا لما قرناها من شوية، وقال فيها أنه أن كل عمل في أمريكا ليس له فائدة كبيرة، وإن الشيوخ أهمل من هذا، وإذا كنا نحتاج مساعدة خبرتك فسنلجأ إليكم في أي وقت. أما الأستاذ رجوع محمد الذي استعرف عن محمد باشا محمود، فقد عني بالدفع الشكلي بأن كل من محمد باشا محمود وسعد باشا عمل الحساب الوافد وسلطهم عضوين فيه، لأنه كان نائب القضاء، فكان على المدعي أن تقاضي جميع أعضاء حزب الوافد. وفي يوم الأربعاء 15 يونيو 1927 صدر حكم محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية، وأكد ما خلص من أي المحكمة الابتدائية من استحقاق المستر فولك أو بالأحرى زوجته أو أرملته للمكافأة الشهرية البالغة 5,000 دولار المشترك تبعها له بشكل صريح. العقد المبرز يوم 24 فبراير 1929، ومع الحرص في الاعتبار بوجهة نظر سعد زغلول باشا أن رؤوس وزارة الخارجية الأمريكية لم يسرع نتيجة أثناء المفاوضات مع البعثة البريطانية، وأن الدعوة للقضية المصرية في أمريكا كانت قليلة الفائدة، إلا أن فولك قد أنجز مهمته بجهاد في سبيل استقلال مصر، فليس لك إمكان حرمانه من الأتعاب التي تم الاتفاق عليها. ووصل محكمة الاستئناف بنفس النتيجة التي كانت توصل إلى المحكمة الابتدائية بإعفاء سعد باشا ومحمد باشا محمود من المسؤولية عن دفع المبالغ المطلوبة، لأن الوفد كان حائزاً لشخصية أدبية مستقلة عن شخصية أعداء. شكراً جزيلاً لحضرتك. شكراً شاكر. نفتح المناقشة للقاعة.
اي حد يرغب في التعقيب او تقديم اسئله. اتفضل. سؤالي للدكتور احمد هو بخصوص لجنه ميلنر. وحضرتك زي ما انت عارف ان ميلنر كان وزير المستعمرات، وطبعا حضرتك عارف الفتره دي يعني كانت بتتكلم في 1919 1920 طبعا بريطانيا هي سيدة العالم او كما يقال او الامبراطوريه التي لم لا تغيب عنها الشمس. فبان وزير المستعمرات بنفسه يجي لمصر يعني من وجهه نظر حضرتك ايه الدافع اللي خلى ميلنر بنفسه يجي يدرس اسباب الثوره في مصر للوقوف على اسبابها ووضع خطه تسير عليها السياسه البريطانيه تجاه مصر؟ دي نقطه. النقطه الثانيه يعني حضرتك طبعا عارف ان ميلنر رجع بريطانيا واعاد تقرير خاص بمصر صارت عليه السياسه الخارجيه البريطانيه لحد سنه 1936. يعني لما ميلنر رجع وضع خطه للسياسه الخارجيه على الرغم ان هو استقال، يعني هو مجرد رجوعه لبريطانيا وضع الخطه وعرضها على البرلمان وحصل خلاف مع وزير الخارجيه واستقال، الا ان الخطه بتاعته هي اللي ظلت نبراس او منهاج للسياسه الخارجيه البريطانيه لحد سنه 36. شكرا. في اي اسئله اخرى او تعقيبات؟ هو انا عندي مش سؤال، هو مجرد تعقيب على الورقه البحثيه الخاصه بالدكتور عبد الوهاب. هي ملمسه من حاجه مشار عليها حاليا خاصه بمخاطبه الميديا الغربيه لقضايا اللي بنسينا احنا في المنطقه سواء العربيه او الاسلاميه، وخاصه بعد حادث تشارلز كريست في نيوزيلاند. الحقيقه اول مره اخد بالي عن ازمه مخاطبه الاخر من 1919 من خلال الورقه البحثيه اللي حضرتك قدمتها. يمكن الموضوع محتاج استزادة اكثر من حضرتك، بس احنا محكومين بوقت، فانا حابب بس اشكر حضرتك عليها، وان هي فعلا شيء يعني محتاجين ان احنا نستزيد في الدراسه فيه، لان يمكن لو كنا حققنا تطور وقتها بالصوره واضحه ما كناش عشنا الوضع ده تاني بعد 100 سنه من الاحداث دي. شكرا جدا ليك. استاذ حلمي. سؤالي بسيط على اي حال يعني، لكن يرجع الى اما مش دارس الجدوى كويس دايره كتير قوي، يا اما يكون جميل بالمناقشه، وهو ان في كل حديث حول ثوره 19 كان العالم بعد الحرب العالميه الاولى قد بدأ بالانقسام إلى معسكر يمكن تسميته معسكر الشرقي ومعسكر الغربي، أو الأحرى الأممية الشيوعية البولشفية من ناحية كبيرة، والغرب متمسكه بكل مبادئ روسفلت وويلسون، وخاصة مبادئ ويلسون 14. فإحنا ليه ما بنشوفش وزور موقف يمكن يبقى اسمه كده موقف البرجوازية المصرية، إذا أنت طبعا وافقت على التعبير ده، من جولة النظر للعالم المختلف يعني، خاصة وأن كان في مؤسسة أممية كبيرة هي الكومنتير، وإنها أصدرت إعلان شهير يعني إحنا في مصر وفي العالم العربي لا نعرف الا مبادئ ويلسون 14، مع ان كان في اعلان شعوب الشرق لاعلان العالمي لتحرير شعوب الشرق صادر عن اكبر تجمع اخر في العالم وهو الكومنتير، والقصه طبعا مع ثوره 19 سعد الزغلول، والرأي يعني المفروض يتعرف بسعد الزغلول أكتر من كده، ويمكن في الجولة حضره في كلام تاني، بس أنا مش عايز أطيل إلى إنه إيه
ايه هل هو الوضع المفاهيم الطبقية دي اللي قامت ثورة الشيوعيين والكفرة والملاحدة إلى آخره، أو إنها لأ مش هتخدمنا في حاجة، لأن تأثير كل الأحرار في العالم بفكرة إعلان تحرير شعوب الشرق، فكان ده يحرك القضية زي ما رحنا الكونغرس الأمريكي والكراسي نشكرهم عليها الأستاذين الفضلين، فبرضه كان يجب النظر لهذا المعسكر العربي. شكرا. تفضل يا استاذ. هو تعقيب بس. الدكتور احمد ذكر ان عمر طوسون اتحدث عن عمر طوسون ده اكثر مره عن دوره في الحركه الوطنيه في اسكندريه. فانا كنت مره قرات ان في خطاب لوجهه للورد هاردنج وكيل وزاره الخارجيه البريطانيه بيتحدث فيه وينجت ان السلطان وقتها كان بينساعد تقريبا عمر طوسون وكان بيعتبره بمثابه منافس ليه في الحكم. فكان يعتبره في اسكندريه لاجل ان يبعده عن القاهره ليكون بمثابه يعني ايه نفي ليه بمعنى اصح او نفي بطريقه يعني افضل يعني. وكان في نفس الوقت دوت بعد في احداث ثوره 19 كان وينجت بيقول ان كان في تفكير لدى السلطان وقتها ان هو ينفي الامير طوسون خارج مصر تمام بسبب ان هو كان يعني بيجده بسبب تهديد او خطر عليه من خلال متابعته الحركه الوطنيه المصريه في اسكندريه. بس كده. اتفضلي. هو كنت بسال عن تاثير ثوره 19 في الدستور 23 لدور الوضع بعد الثوره وبالذات الماده 12 اللي هي بتنص على حريه العقيده او الصبغه الدينيه اللي كانت موجوده وقت ثوره 19 نفسها يعني وارتباطها بالماده 12 في الدستور 23 اللي هو كان اصلا يعني نتاج ثوره 19. شكرا. في اي اسئله ثانيه؟ تاني؟ ممكن ولا حق؟ لا هو حضرتك بالنسبه لاستاذنا استاذ حلمي طبعا احنا اتعلمنا على ايده الكثير وعرفنا افريقيا على الدين. وحضرتك بالنسبه للاشتراكيه يعني كان الحزب الوطني، الحزب الوطني الديمقراطي طبعا كان هو الحزب السائد قبل ظهور الوطن. الحزب الوطني انا اسف. الحزب الوطني كان هو السائد وطبعا كان في فتره الحرب كلها كان كل انتمائه للخلافه العثمانيه، للدوله العثمانيه، كان كل انتمائه اسرائيلي. وحاول ان هو يقدر يحارب مصر من الاستقلال من الاحتلال البريطاني عن طريق الدوله العثمانيه وانتصار الدوله العثمانيه في الحرب، الا ان الحزب وصل لنتيجه حتميه بان الدوله العثمانيه زيها زي بريطانيا، الكل طبعا في مصر. فما كان منه الا انه يعلن او يتخلى عن انتمائه التركي، وده طبعا حضرتك الفتره دي كان في انتمائين، في انتماء اللي هو الجامعه الاسلاميه وفي القوميه المصريه. فتخلى عن انتماء اللي هو الجامعه الاسلاميه لصالح القوميه المصريه. وطبعا ده ساعد على بروز الوفد وساعد في الفتره دي. فكان عامل قوي جدا اثر على البريطانيين في مفاوضاتهم مع سعد وهي الاضرابات والمظاهرات اللي عملت عن حق مصر في فترات الثوره المختلفه، خصوصا بان سنه 17 زي ما حضرتك عارف نجح الحزب الشيوعي في روسيا القيصريه زي ما كانت بتعرف باعلان جمهوريه الاتحاد السوفيتيه واعلنوا دعمهم لاستقلال وحريه شعوب العالم. فده خلى الانجليز غيروا سياستهم في اكثر من مره في مفاوضاتهم مع سعد او الوفد لخوفهم بان مصر تسير في نفس الاتجاه، لان الاضرابات كانت عامت الطلبه في المدارس، المدرسين، موظفي الحكومه، القضاء. شكرا. في اي اسئله ثانيه؟ طيب يعني هترك المتحدثين الثلاثه بس يعني بالنسبه لملاحظه الاستاذ حلمي، جلسه بكره في المساء فيها ورقه عن ثوره 19
والثوره البولشفيه. في ورق فيها فيما يتعلق بسؤال حضرتك في جلسه او جلستين عن موضوع دستور 23 كان، يعني هو مش موضوع الجلسه دي، الجلسه دي بتتناول الخارجيه البريطانيه شايفه مظاهرات اسكندريه ازاي والموقف الامريكي من الثوره او الساعي. ففي جلسات اخرى هتناقش موضوع الدستور. اتفضل. هو طبعا اللجنه ميرنر كان جزء منها، يعني هي اصل المقاطعه كانت عامه لمصر، لكن اللي هي حتى المصريين لم تفلح حتى في ان كان قرار حزب الوفد في المقاطعه دي وبتاع وحاجات زي كده. فبالتالي هي على مستوى اللي هي اصلا ما قاله ما حققتش الهدف معها على ارض الواقع مع الشارع المصري، لان هي اصلا حتى لا انا رجعت كمان حتى الوثائق الخارجيه كان فكرة اللجنة اللي هي تأجلت حتى 7 ديسمبر 1919 ده فكرتها نبتت حتى من داخل في شهر مارس ده نفسه، إني أرسل اللجنة عشان تهدد الأمور. لكن فكرة إن ترسل اللجنة بشكل حكومة الأول مصرية، مين يقبل مين يقبلش والتعطيل والكلام ده، كل مرة كانت يعني تتأجل إرسال اللجنة من قبل يا اما مطالب محليه يعني ما ترسلهاش دلوقتي، او احيانا بريطانيا شايفه ان الوضع لو ارسلنا كمان اللجنه ممكن هتزيد الامور. لكن خلاصه اللجنه ان التقرير بتاعها مهم جدا في سبب واحد، ان حتى المفاوضات اللي انت دخلت فيها والنهايه وانك انت حصلت على استقلال شكلي، ما هي كانت يعني الداتا بيز بتاعتها الاساسيه المقترحات بتاعتها كان حواليها المفاوضات اللي دارت فيما بعد، لان احنا لا يمكن ان نقرا ما حدث في 19 سنه 19، او حتى لان هي مشيت جه في اخر مارس ومشيت 20 مارس 1920، لكن الاوراق التقرير اللي قدمه فيما بعد كان عليه مردودات، والوثائق بتتكلم كمان بشكل اوضح في ازاي كمان توصفت النصائح بتاعته بشكل كبير. لكن الكلام بالنسبه للاستاذ اللي بتتكلم معاه ان مساله يعني عمر قصر ان كان في الحركه الوطنيه، ما احنا عارفين الخلاف حوالين ما بين السلطان وما بين عمر قصر، لكن هي المساله اني لا ننسى ان حتى المعارض في البدايه الطرح بتاع ذهاب يعني ممثلين لبريطانيا لم يكن طرحا من الشارع المصري في البدايه، يعني في البدايه ان القوى الرسميه او مصر الرسميه ممثله حتى في بعض الروايات تتحدث ان الخديوي او السلطان ذات نفسه هو كان عنده رغبه بالفعل انه يشوف موقف مصر بعد الحرب، وان الامراء بيت المالك يعني والكلام ده هو بما فيهم عمر قصر بيتكلموا بيناقشوا المساله بشكل، لان خلاص خلصت الحرب. كون ان فيما بعد حتى لو انت قاري مثلا كتاب المذكره بتاعت عمر قصر ذات نفسه اللي هو ليه مذكره من ساعه ما بدات المساله لغايه ما انتهت مذكره عمر قصر، هتلاقي ان حتى سعد زغلول ذات نفسه قعد معاهم كان موافق على حاجات كتير، لكن في النهايه خد يعني ساب الطرح الرسمي اللي كان موجود وابتدى يعني يتعامل مع الشارع بشكل اوضح. فبالتالي هنا المساله بشكل، لكن هو كجزء لا الحركه الوطنيه طبعا هو يعني الاسره الحاكمه في الفتره دي هي عايزه يعني كانت ليها قراءه مع قراءه مختلفه او تعاطي مختلف مع بريطانيا، سواء وحتى في خلافات ما بينهم ما بين الاسره المالكه، يعني في جناح بتلاقيه بيمثل كمان ممكن التماهي مع الحركه الوطنيه، او في ناس برضه خايفه ان القلاب الزيدة ممكن هياثر علينا، ممكن الملكيه او السلطانيه ممكن حد يعني ايه ممكن كمان حد يعني هتزاد من مصر، ان كان برضه في طرح اسماء وتغييرات سياسيه كثيره في هذا النطاق. المساله الاخيره احنا لما بنتكلم عن مدينه مصريه بناخدوها كشاهد في البتاع، طبعا انا واحد مدينه كبيره يعتبر العاصمه، بس احنا يعتبر التاريخ الخاص في اطار سياق عام لمصر،
يعني التاريخ الجهوي، بس ممكن يكون المساحه القليله اللي هي متاحه للباحث عشان يتحدث، بس عشان لكن انت بتتكلم في يعني ما يسمى بالتاريخ الاقليمي او التاريخ الجهوي في اطار تاريخ عام خاص بمصر عموما، او حتى في ظل ثوره 19 والاطراء الدوليه. فبالتالي كون ان تاخد لقطه صغيره في مدينه في ابتقاء وثائق الخارجيه، فبالتالي كان يهمني انا ابرز التفاصيل، لكن لابد ان تتقدم في السياق العام. وشكرا. لا 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 انا مش صعيد. لا عشان صعيد بس. تكسير الراس. اتفضل يا دكتور حماده. هي بس الاضافه اللي كنت عايز اضيفها ان الاحتواء الحلفاء للثوره البلشفيه كان ليه تاثير كبير جدا على الوعد اللي هم خدوه على نفسهم او التصريح اللي اصدروه بان الدول العربيه سوف تنال استقلالها بمجرد القتال الحرب العالميه الاولى تصديقا على المبادئ الاسلام، ودي كانت الخدعه الكبيره اللي تعرض ليها الشعب العربي والمنطقه العربيه في الفتره دي. يعني هم كانوا بالفعل اقتصموا المنطقه العربيه بينهم وبين نفسهم ما بين انجلترا وفرنسا وروسيا، وانسحبت روسيا بعد عقد الاتفاق مع المانيا والخروج من الحرب، ف اصفر الاتفاق بين فرنسا وانجلترا، وتم اقتصام المنطقه العربيه بالفعل بعد الحرب العالميه. شكرا حضرتك. بحب اشكر جدا على الحاجه اللي قالها، لان هي بتورينا قد ايه فعلا ان احنا عندنا ازمه يمكن من اكثر من 100 سنه، ازاي نخاطب الغرب، ازاي نتعامل معاه، ازاي نكلمه بنفس الابجديات او الايديولوجيا بتاعته. الى النهارده عندنا الازمه دي، الى الان بتحصل مشاكل بسببها. شعوب عربيه كثيره، يعني على سبيل المثال مش القضيه المصريه وبس، يعني جزء كبير من ازمه القضيه الفلسطينيه اللي ما اتحلتش الى الان على سبيل المثال، كان ان احنا مش قادرين نخاطب الدول الغربيه وامريكا زي ما اليهود او الجاليات اليهوديه اللي بتعيش في الدول الغربيه، لانها اكتسبت الثقافه وفهمت ازاي ايديولوجيه الدول دي قائمه على ايه، فقدرت تخاطبها. احنا كعرب كان عندنا دايما مشكله ازاي نخاطب الشعوب دي بالحاجه اللي هم بيفهموها واللغه اللي بيفهموها. فده اعتقد هو السبب يمكن في جزء كبير من المشاكل اللي بتقابلها الامم العربيه كلها لغايه النهارده. شكرا لكم وشكرا للمتحدثين الثلاثه، وننهي الجلسه الان ونعود للجلسه القادمه اعتقد ساعه، احنا معانا نص ساعه زياده، يعني الجلسه اللي جايه 7:30.